السلام عليكم، معكم عبد الواحد. الحرفة ديالي هي الطاجين. الزبون ملي كياكل كيكتشف، كيشوف العطرية وكيكتشف الخضرة، وماشي هيك كيجي وكياكل الطاجين. كما تنقولوا العين كتاكل قبل الكرش. بالنسبة للكليان كيجيو من كل بلاصة، حكم الموقع اللي فيه هنايا، فيه الإدارات وفيه الشركات. أغلبية الكليان اللي كيجيو عندي موظفين، كيعجبهم الطاجين. حاجة باينة ملي كيلاه تنبدا ضروري خصني نهضر، ضروري خصني نهضر، بحال إلا طالع فوق الخشابة. مرحبا عند البهجة، وهذا البهجة على المعلم صاحبنا، جي يدي مرحبا. الطاجين كندير فيه البصلة، كندير اللحم، كندير العطرية، خيزو، بطاطا، القرعة كورجيت، طرونشي ديال الماطيشه، الجنبه. بزاف الكريا اللي كيجيو عندي كيطلبوا الحاره. الطاجين ديال الدجاج كنضيفوا عليه طرونش ديال اللحم، وكنديروا ليه عاوتاني العطريه فيها الزيت، كنديروا ليه الربيع من الفوق. الطاجين خاصك تاخذ ليه الخضره تكون زوينه. كنفيق مع 4 الليل تنمشي للمارشي، كنتقدى كل حاجه بوحده، كناخذ غير داكشي اللي كنستعمل يوميا. العطريه كامله كنجيبها هنايا كنطحنها لراسي، كناخذ شي حاجه مزيانه في البزار حيت البزار هو كلشي. وبالنسبه للطاجين كيطلب حقه، خص ضروري تعطيه حقه في الطياب. كنتواصل معاه خصني نعطيه باش حتى هو يعطيني ساعتين باش يتبع على خاطرو. الطياب ديال الفخر ماشي هو ديال البوطه. حتى الزبون خصني نوصل ليه البلا. فاش كيجي كيسولني تيقول لي الطاجين شحال ولا كذا، كنقول ليه ما عنديش مشكله اخويا، كل عاده قول. الصحة والراحة.